واليوم معانا ضيف مميز السيد نهاد دباس، وهو طبعا مدير عام مؤسسة حرير للتنمية المجتمعية. أهلا وسهلا فيك سيد نهاد. طبعا مؤسسة حرير هي مؤسسة غير ربحية تم تأسيسها في عام 2018، واللي بتدعم المجتمع الطفولي المجتمع الطفولي ومرضى السرطان بشكل خاص. صحيح. بتصنيع باروكة الأمل اللي بتم جمعها وتقديمها مجانا لأطفال السرطان. نعم. أول شيء الله يسعد صباحك. صباحكم وشكرا للاستضافة. غني عن التعريف، أنت وأيضا مؤسسة حرير هاي المؤسسة اللي فعليا خدمت كثير من أطفال السرطان. الحمد لله. هي عطتهم كمان، غير أنه بس تعطيهم بواريكي، بتعطيهم كمان دفعة إيجابية من الأمل، وهذا الإشي اللي هم بيحتاجوا. كيف بلشتوها سيدي هذا؟ يعني كان من القصة، أول إشي عندي كان خالي كان متوفي يعني بالكانسر، وكنا إحنا صغار مع بعض ونلعب وفقدناه، ونفس الوقت كمان اللي شدني أكتر أنه كان عندي أنا أصلا صالون، وشفت طفل انه كان بحاجه لباروكه، فانا ساعدته بهذا اليوم. فانا صرت يعني اني اقدم اكثر عدد ممكن من البواريك لاطفال والسيدات السرطان، الحمد لله. فلقيت اعجابات كثير كبيره ومتابعين لهذا الشيء. فاحنا كاول مره بالاردن انه كيف نقدر انه احنا نعطي الرياده، وكيف من نخلق من مهنتنا بعالم التجميل انه كيف الشعر اللي عم بنكب على الارض انه نقدر نعيده يسايكل ونقدمه بطريقه نقول سليمه بحسب معايير المقاييس. لما بلشت بالفكره يعني نهاد، بلشت بالفكره مع حدا يعني اشخاص مثلا مقربين لك، ولا انت طلعت بالفكره لحالك؟ طلعت بالفكره انه الشعر عم بنكب على الارض من سنوات طويله، انه ليش ما هذا الشعر بدل ما ينهدر نقدر نستغله. مش بس من الصالون، من كل الصالونات اللي عم بتقص الشعر، انه ناخذ جدوله الامل وانه نقدر نحيكها ونرجع الطفل أو الإمرأة كيف كان شكلها بالسابق. هذا شيء مهم جدا، أكبر سعادة للطفل المريض، مش بس مريض السرطان، مريض الحروق، مريض التعلبة، مريض النفسية، إحنا دائما بنساعدهم بهذا الشيء المهم. لقيت فيه إنهم عندهم اهتمامات، يعني الإنسان حتى لو مش مريض بيطلع على مراية بلاقي حاله إنه في شيء عم بسقط شعر، بحس في شيء غلط. صح. كيف اللي ما عنده شعر؟ فإحنا هنا عهدنا نفسنا إنه إحنا نكون يعني سعداء لهاي الناس، ونقدر انه كيف نقدر نعالجهم نفسيا ومعنويا. كثير مهم موضوع النفسيه طبعا بمعالجه الامراض الخطيره. 50% من العلاج. ايوه 50% من العلاج. نعم. 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 يعني كثير في كان يعني حتى يعني بالذات الامهات اللي عندها اولاد تفقد شعرها، هون يعني بصير عندها حاله نفسيه. فيما بتشوف انه شيء انه في ناس عم بتساعدنا عن جد بكل مصداقيه بكل اخلاص، بتلاقي انها هي اطمنت لك وصارت تعطيك اسرارها، انه انا اولادي عم بيحكوا عني كذا كذا، انا عم بشوفوني بطريقه ثانيه. فلما بتشوف شعرها الموجود بشكل باروكه الامل، بتلاقي حالها انها هي صار عندها نفسيتها تحسنت. يا سلام عليكم. يعني انا كثير عم بزورهم على البيت، مش بس انه يجوني، بزورهم بشوف نفسيتهم بتابعهم. صح. يعني هاي متابعه سريه، يعني انه مش للملأ. يعني كثير ناس بيقولوا انه طب وين الاشي اللي عم بتركبه؟ هذا شخصيه معينه. يعني في خصوصيه، في خصوصيه كثير مهمه. يعني الحلو في الموضوع انه في كثير فيديوهات انتشرت عبر السوشيال ميديا عن حالات في الغرب، انه مثلا بكون في حدا معه سرطان، فبتلاقي الناس انه بتصير تحلق شعرها معه. ايوه تضامنا. تضامنا. اليوم فكره اني انا اليوم ابينه انه هو طبيعي، مش اني انا عملت له استثناء واني انا حلقت شعري زيه، لانه بالنهايه شعر راح يطلع. انا واثق من هذا الشيء. اكيد طبعا. بس لما انا اليوم اعطيه الامل بإني أعطيه فكرة باروكة، يكون هو كأنه يحس حاله طبيعي وقادر ينخرط في المجتمع بشكل عادي من دون ما ينحط عليه إبهام أنه والله هو شخص مثلاً معاه سرطان، هذا الإشي قديش بيريح نفسيته. اليوم كيفية جمع الشعر الطبيعي وتصنيعه لباروكة الأمل كيف بتكون؟ يعني إحنا عشان يعني ننوه للناس، عشان الناس تعرف أنه الشعر اللي عم بنهدر هذا، خلينا نسعد ناس كتير. احنا في عنا معايير بانه نعمل كامبين ونعمل ايفنتس ونعمل توعيه باحد المولات والاسواق، ونفس الوقت عنا نقول بوث متنقل في كل البنوك كمان. يعني عنا شركات كثير كبيره الحمد لله، انه نقدر نوصل للناس وللمجتمع انه شعرك هذا كثير مهم انك انت تقدميه لناس بحتاجه له. احنا بناخذ من 20 سنتي ل 60 سنتي بشكل جدوله، بقدروا يقصوا ويجيبوا لنا اياه ويتابعونا على صفحاتنا الانستغرام والويب سايت تبعنا والفيسبوك، بقدروا يتواصلوا معنا وبنبعث لهم. اذا ما بقدروا يجوا بنبعث لهم مندوب،
حتى اللي بيحتاج باروكه في عندنا فورم معين بيقدر يقدم عليه عشان نقدر نعم عندنا احنا يعني زي برنامج, لانه في مش كل الناس هي قادره انها تشتري هالباروكه. احنا عندنا مساهمه, يعني اي حدا بيقدر يساهم حتى لو كان مريض بيقدر يساهم لغيره. صح. مش انه احنا شراء, ما عندنا شراء وبيع. هذه هي لان نعم. انت قلت تشتري هاي الباروكه ما في شراء ابدا, غير ربحيه يعني. نعم احنا في ناس بيفهموا انه احنا بنشتري من بيع. لا احنا ما عندنا شراء وبيع, احنا عندنا مساهمه. أيوه. بقدر اي انسان حتى في يعني شخص بقول لك انا بدي اساهم ب 10 دنانير, انا بدي اساهم ب 20 حتى لو معيش. يعني انت بتلاقي تساهم, بتلاقي في يعني هو نفسه عنده حب انه يساهم لغيره. صح. عشان ما ياخذ حق غيره. أكيد. هذا المفهوم. المفهوم الثاني انه صارت يعني من احد اللي احنا عم بنشارك فيها الناس انه صارت يعني انه تحكي انه احنا بنشارك مع حرير, للاسف عم نكتشف انه عم باخذوا الشعر وعم ببيعوه. فاحنا دائما بدنا نعمل لها سوق, وسوق فهمت يعني عليك, صار سوق كبير يعني. الشعر الطبيعي غالي. نعم يعني. صار بالجرام ينباع. صح. للناس. فاحنا يعني بنتمنى من الناس انهم يكونوا صريحين مع الناس اللي بيتعامل معنا بكل صدق انه يجي علينا ويجيب لنا هذا الشعر لاجل انه يصير باروكه. اكيد في عليه تكاليف كتير كبيره, وهي الباروكه يعني مرات بحسب معايير ومقاييس عم تسوى 500 و300 و600 والدينار توصل بحسب المعايير, مش بس الباروكه اللي عم بيشوفوها بالسوق. نعم. اللي بالسوق هي بتكون مثلا مخلطه, بتكون بلاستيك, لانه ما بصير انها تركب على يعني المريض. نعم. اللي طب خلينا نفوت بالنفسيه يعني قبل ما ننتقل للفعاليات الثانيه اللي برضه مؤسسه حرير عم. نعم. تشتغل عليها. اعطيني هيك مثلا حاله مثلا موجوده هيك براسك نهاد وهي ما بتروح من بالك, هذا انت مثلا خلينا نقول حسيت انه هي قصه نجاح لهي المؤسسه بنفس الوقت كيف انه يوم الايام. أيوة. انا كنت بالبشير, انا مكتبي بالبشير كمكتب انساني مجتمعي وطني. هذا الأمر بالاردن انه كيف نخدم المجتمع واكبر عدد من المجتمع, يعني هذا بدخل له البشير من 3000 ل 5000 نسمه باليوم من كل جميع محافظات المملكه. كان عندنا شيء بيوم العالمي للسرطان, او كان صدفه يوم الأدوية يعني إنه كيف نقدم الأدوية للناس بشكل مجاني. فبلاقي طفلة مع إمها عندها مراجعة فإجت عبطتني. فأنا ما صدقا من الناس الكثير اللي عم يعني اللي عم بساعدهم ما بطلع أنا اسمهم ولا بطلع إنه مين هذا الشخص. فبقولها بتقولي أنت زعتني, أنت عطتني شعر, أنت عطتني باروكة. حس يعني الطفلة ضل ببالها وهلأ صارت صبية. شوفي قديش يعني انت يعني أثرت. الواحد يعني اتأثرت في هذا الشيء انه انا عن جد انه انا إلي قيمة, ما راحت إلي قيمة. صح. إلي قيمة على الأرض ما منتطلع يعني. انا سمعتك وانا جاي انه الناس ستتطلع على اللبس وتتطلع على المظاهر, انا ما بتطلع على المظاهر ولا بتطلع على الشو, بتطلع انه يخلي الناس انها تتطلع على الناس اللي عم تشتغل عندها انجاز وعندها مصداقية على أرض الواقع. نعم. اكيد دائما اللي بيشتغل صح له مشككين وله نقول محاربين وله, بس احنا ما بنطلع هذا الشيء, احنا بنطلع لقدام ما بنطلعش لورا الحمد لله دائما يعني. فهذا فرصة عادي إلي اني انا اساعد هاي الناس. انا حاسة فيك انه كيف انت اليوم يعني أكيد. ببسمة طفلة اجت هي لعندك ركضت وسلمت عليك, قد ايه انت تاثرت. أكيد. لانه موقف اكيد هو بالنسبه لها نهاد شخص أنقذها. أكيد. نفسيا. نعم. وساعدها انه حتى كمان يعني بعد رب العالمين انها الحمد لله. تشفى. أكيد. الحمد لله. طيب شو ابرز انتم النشاطات والفعاليات اللي بتقوموا فيها لدعم المجتمع الطفولي؟ يعني احنا دائما العمل التطوعي هذا شيء كثير مهم بالمدارس والجامعات والمؤسسات والشركات, انهم من بواب الخدمة المجتمعية انه احنا نقدر التشارك والتعاون. هاي يعني شيء مهم انه بحملاتنا التوعوية والوطنية دائما احنا مستمرين بهذا العمل, مش بس انه كإنسان كوطني كمان انه احنا عندنا كلبيئة خضراء انه هاي توجهات جلالة الملك انه نزرع الأشجار في كل المناطق عشان تصير نقول يعني اهتمامات الأردن لبيئة خضراء, انه نزرع بالجزر الوسطية بالمستشفيات ومراكز صحية وكمان بشرق عمان وجنوب عمان. احنا هدفنا هذا الهدف. طبعا مشكور رئيس الوزراء على اهتمامه وتوجيهاته للوزراء اللي مهتمين بهذا العمل الوطني, لانه احنا بنضل مستمرين يعني هاي كبسمة خضراء انه احنا هدفنا نزرع 15,000 شجرة ونكون متشاركين مع نقول منصات نحن اللي تابع لمؤسسة ولي العهد, ان يكون في متطوعين اكبر عدد ممكن في هذا العمل. واحنا مستمرين ان شاء الله انه نخلي الناس اكثر إن انها تتابع كل الانجازات اللي احنا عم بنقوم عليها. شغلة تانية انه احنا بدنا الاعلام, يعني احنا كمان من رئيس الوزراء كمان وجه لوزير الإعلام
بالاهتمام بانه يوجه لكل القنوات والمحطات انه احنا نكون ايد واحده. انا ما بقدر لحالي اني انا اقوم بهذا العمل، احنا اكيد بننظم وبننسق ومع الفئات الحكوميه، بس انا لحالي ما بكمل ولا الفريق تبعي بيكمل، لازم يكون كل الوزارات تتابع معانا بهذا. ان شاء الله انه احنا نكون يعني كوسيله اعلاميه كيف. اليوم قدرنا انه يعني على الاقل نسلط لو شوي من الاضواء عليكم، ممكن في ناس ما بتعرف، ممكن اليوم في ناس عم تحضرنا هي بحاجه لوجودكم معاهم بحياتهم أكيد. بسبب مثلا ظروف المرض القاسيه، فاليوم هم عم بيحضروك وعم بيسمعوك، بتخيل ان شاء الله انه لا بتزيدوا انتشار إن من خلال طبعا A1 TV. بس في سؤال يعني انت كنت عم تحكي عن التحديات وانه كل شخص ناجح بيكون في له اعداء وفي له محاربين، اعطيني يعني مين هم او شو مش مين اللي حاربوك، لانه اكيد مش حتعطيني اسماء، بس أكيد. شو هي التحديات والصعوبات اكثر شيء واجهتوها كمؤسسه تحرير؟ نحن كمؤسسه تحرير عندنا تحديات بالدعم المباشر والدعم اللوجستي. الدعم المباشر احنا يوم بنقدم للمؤسسات والشركات احنا لا صله في مركز الحسين للسرطان، لانه احنا بقول لك احنا بنتعامل مع مركز، احنا ما ان يعني اي شيء بخصنا وبخصهم، احنا بندعم بركه الامل لكل المؤسسات، يعني كمؤسسه الحسين او لمركز او لمستشفى او لمستشفى خاص او لجهات حكوميه، احنا ما عندنا مشكله صحيح. بس التحديات المواجهه انه الناس بتفكر انه احنا تابعين مركز الحسين، احنا لا صله معه، احنا لانه ربطنا انه فبنربط مرض السرطان بمركز لانه عم بيجيهم هم دعم، فالناس اللي عم تشتغل على ارض الواقع ما عم بيجيها دعم مباشر، الا ممكن يكون انه الناس عم تعرفك، انه انت عندك مصداقيه بالعمل، انه انت عندك كل مشروع مشروعه، فهون احنا فقدنا الدعم، فقدنا الوسيله عشان انه انتم مش تابعين مركز الحسين للسرطان؟ لا مش تابعين، انه احنا انه يعني فكروكم خلينا نقول مش مؤسسه موثوق فيها؟ مش موثوق فيها، انه احنا بندعم مركز الحسين اوكي، بس فبلشت الناس تبعد شوي وما في دعم، ما في دعم، فهمت علي كيف؟ ولا كل مؤسسه لازم هي تدعم صح. كل المؤسسات احنا مش ما في الانسانيه مش لجهه واحده صح. الانسانيه لجميع الجنسيات ولجميع الدول والعالم، ممكن اليوم فرد يطلع بفكره فهمت علي كيف؟ بتصير مبادره والمبادره بتكبر بتصير مؤسسه مثل حرير، بس ما نحاربها وما نصير نحكي عنها. الحمد لله حرير هي مرخصة قانونية ماشي بي حسب المعايير والقانون، احنا كلنا تحت القانون، ما في حدا فوق القانون. كيف تختاروا سوري يعني كيف تختاروا الفئات المستهدفة يعني انتوا بتروحوا لها كيف بتم يعني الاختيار؟ احنا عندنا شراكة مع جميع الجمعيات اللي الموجودة، في عندهم امراض، عندهم ايتام، عندهم كمان لاجئين، يعني مش بس يعني احنا كحرير هي يعني نقول بيت حرير مفتوح للجميع وليس انه بس سرطان، احنا كل مجتمع الطفولي نقدر ندعمه ونقدر نوصل صوتنا اكثر ونقدر نوعي الطلاب انهم يكونوا متطوعين بهذا العمل، لانه مطلوب منهم كانسانيا وكوطنهم انه الله كمان يحمينا وطننا، انه قديش انه احنا بحاجه انه احنا نكون ايد واحده صح. لهذا الوطن صراحه، لانه عم بتشوفي يعني اعباء الاقتصاد واعباء الناس، صارت الناس تتوجه للاشياء الغلط، صارت تتوجه يعني الله يحمي وطننا، انا عم نسمع قديش ناس وشباب عم بروحوا لسوريا يعني شمال، هذا الحكي بضل هذا بلدك، بضل انه بدك تحميه، وين بدك تروح سوريا يعني، وين بدك تروح انت يعني، هذا يعني هذا وطنك، اذا ما يعني فيش بديل يعني سوري يعني، وما في احلى منه 100%. وانا عم بشوف الناس، ناس طيبه وناس عندها انسانيه عن جد يعني موجوده، الخير موجود، بس لازم الناس تعرف مع مين تشارك، مع مين تروح، مع مين نقول يكون عندها ثقه مع الناس اللي عم تشتغل على ارض الواقع. اكيد طبعا، احنا معنا شويه صور بدنا هيك نستعرضهم ونعلق عليهم مع حضرتك، يعني عطاء من الامل تصبح حياه، يعني هاي اعطي امل لتصبح حياه، هاي كانه مبادره من مبادرات. نعم، هذا بوت حرير بيكون بجميع الشركات والمؤسسات ببزنس بارك عملنا، عشان في عنا هاد ميد بدعم البركه الامل لاجل انه احنا نوصل نقول اكبر عدد ممكن بالبواريك، لانه ما عندنا دعم، احنا صرنا نطور حالنا، صرنا نعمل شيء عشان نجيب فلوس لاجل انه احنا نعمل هاي البروكه وكمان ندعم نشاطاتنا. اليوم ما في يعني شيء على الهواء، لازم نشتغل عشان نقدر نوصل صوتنا اكثر. ونفس الوقت انه كمان عندنا فريق حرير الامل، هذا كره القدم، يعني مشكورين الاتحاد الاردني على دعمهم باللباس ودعمهم بالفطاب اللي لهم، انه كيف نصنع فريق أطفال إنه بنات وشباب لأجل إنه نعطي قوة وأمل للطفل المريض. إحنا هلأ عم نعرض صور وأنا شايفة معظمهم طبعاً عبارة عن أطفال. نعم. وقد حلو اليوم لما الطفلة مثلاً عم تتبرع بشعرها.
احكي لي هيك الشعور. يعني شعورهم كثير كبير انه عم بعطي شيء منه. شباب وبنات انتوا لبس شباب وبنات؟ نعم شباب وبنات. يعني حتى في تعاون بقدر. مع الصالونات انه اكيد طبعا احنا متعاون معهم بشكل مباشر، مش اي حدا طبعا، لانه بتعرف احنا بدنا حدا يكون شراكة يعني صادق على ارض الواقع، ما بدنا يستغل الموقف، لانه في كثير ناس يعني عم بيستغلوا الموقف المرض حتى ممكن يزيدوا عليه الفلوس للمريض عشان ياخذ باروكه، بدل ما هم يوقفوا معاه عم بيزيدوا عليه التكاليف. فاحنا يعني موجودين باي وقت. مش قادر استوعب، معلش انا اسف نهاد. يعني هلا انتم بتدفعوا؟ ما بتدفعوا المريض؟ لا، في ناس بقول لك عم بيستغلوا الموقف انه حدا مريض بيجي على مكان معين بيجي بقول له بدل مثلا تدفع، يعني بدل ما يعطيها فري او يساعده بتلاقيه باخذ منه فلوس، ومش اكثر، مش اكثر من اكثر من السوق. فاكيد في بيع بالسوق، في يعني فاكيد هون بتوقفوا الشراكه مع هذا الصالون. نوقف الشراكه؟ نعم نعم، لانه يعني مش هدفكم يعني اذا اجى مثلا اكثر من جدوله ممكن ياخذ نص جدو، يعني نص جدادي الاولى ان اربع جدولات خمس جدولات، صح؟ فاحنا هيك بنفقد المصداقيه. يعني هو مثلا اذا اجى 10 جدولات بيعمل اكستنشن عشان يعمل اكستنشن، واجانا تليفون من شخص يعني انه احنا اعطينا هالقد وطلع هالقد، يعني شوف الكذب حبله قصير، صح؟ ولا يمكن انه يعني مع الايام بتصير تكتشف. يعني اليوم احنا حرير صرنا 8-9 سنوات بنشتغل على أرض الواقع، الحمد لله ما في أي نوت، لأنه ماشيين بالطريقة الصحيح. حتى لو في تحديات، حتى بدنا نضل قائمين على هذا الرسالة. بدون ذكر أسامي لصالونات أو مراكز تجميل، بس قديش عددهم ممكن؟ خلينا قولي لي هلأ فعليا صادقين معاكم ومتعاملين معاكم؟ الحمد لله فوق 50 صالون، في عنا 50-60 صالون. طب الحمد لله، الحمد لله. لا لا، في كثير يعني ناس عندها ضميرها. لا في ناس عم يعني بتقولي ماخذ جزء من حياته انه يعمل خير، صح؟ كثير ناس الحمد لله، صح. بس احنا دائما بنوجه يعني لهالناس يكون عندهم يا رب. طيب نهاد، شو رؤيتكم المستقبليه انتم لمؤسسه حرير؟ والله رؤيتنا المستقبليه انه هتضلها موجوده، وضل في لها ناس داعمين، وضل في نقول حدا انه يرعاها بشكل يعني كمؤسسه ولا كحدا من طبعا اكيد احنا مشكورين وزاره الماليه على دعمهم الانساني والمباشر، انه اكيد هو دعم قليل بكفي انهم فكروا فينا وشافونا عم نشتغل وشافونا عم نعمل كثير نشاطات. احنا بنتمنى انه يكون حدا جهه يرعانا انه نضلنا مستمرين بهذا العمل ان شاء الله. اكيد احنا مطلوبين للعالم للخارج، فاحنا ما بدي اطلع للخارج عشان اجيب فلوس. والله يعني هذا الواحد انجح يعني انت اليوم هدفك سامي من خلال هاي المؤسسه، الحمد لله. وهدفك الحمد انك لله. تزرع ابتسامه وتحسن نفسيه الطفل اليوم عم بيعاني نفسيا، صح. وجسديا وصحيا، فرب العالمين طبعا هو اكيد رب العالمين عم بتطلع لكم وما رح يقطعكم، واكيد رح يعني يمدكم باشخاص تقويكم اكثر واكثر ان شاء الله. احنا هلا عم نعمل كمان شيء مهم جدا لتمكين المراه والشباب. احنا اخذنا هلا مبنى قديم ب البلقاء السلط، مبنى البلدية القديم، مبنى الملكراني للتكنولوجيا، انه يصير فيه نقول كمشغل ومركز حرير الامل، ان يكون اكثر من يعني هذا يكون تمكين للمرأة والشباب، انه نقدر يعني حتى يكون عندهم يعني عمل ونقول بدراستهم، لانه هلا في دراسة صارت بالعمل التجميل انه نقدر احنا ناخذ اكبر عدد ونشتغل ونجمع الشعر ويصير في استيراد تصدير. بدنا نشتغل احنا جينا نطور حالنا، صح. لاجل انه يصب لهذا المركز، لاجل انه يكون في تمكين، يعني الفلوس عم تيجي لهذا المكان عشان في تشغيل وتمكين نقدر نكمل بنشاطاتنا الانسانيه. يعني السيد نهاد دباس مدير عام مؤسسه حرير للتنميه المجتمعيه غير ربحيه كنت معنا، كل الشكر لك ولجهودك. انتم مشكورين، ان شاء الله بنشوفكم دائما في اعلى المراتب ان شاء الله. وبتقدر هالرساله الانسانيه الساميه توصل لكل الناس، وتقدروا تفرحوا قلوب كل الاطفال المرضى باذن الله. ان شاء الله الكل يوصلنا على مواقعنا التواصل الاجتماعي ان شاء الله. وانتم مشكورين، ودائما انتم اصلا داعمين هاي المؤسسه من بداياتها. شكرا لكم. شكرا لك.